جات من خلال دعوة قدمها لي المخرج الجميل هشام عين الحياة اللي هو صديقي وأخي، واقترح عليا خويا حاتم عمو حاتم إضاءة باش ندير معاه الكليب ان بيرسوناج، ولقيت هذاك البيرسوناج كومباتيبل مع الشخصية ديالي بلوز أو موان، ودرتو كنتمنى أنه ينجح. عندي واحد جيرون كونت انستغرام هو اللي كيسير لي الكونت، وعطيه يعني اوامر صارمه انه يبارطاجي مع لي فانز ديالي ومع المتابعين ديالي الحوايج اللي معقوله، يعني الحوايج اللي خصها تبارطاجها. فهمتي داكشي ديال الخوى الخاوي ما عنديش معاه. لا شي حاجه جديد فني، شي ايفينمون، شي حاجه اللي تستاهل انك تبارطاجيها مع الجمهور ديالك. احتراما ليه، احتراما للجمهور ديالك. كنظن ان خص لي سيبور ديال التواصل الاجتماعي يكونوا دي بون ولا جسور للتواصل الايجابي، اما نبقاو نحطوا في مشاكلنا ونبقاو نكافصوا في هذوك اللي كيقراوا المشاكل ديالنا ما كاين لاش يعني كنظن.